السلام عليكم صحباتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خواتاتي كما راكم تشوفوا بغيت ندير هذا النهار الزبده كملت، وفي حكم ان غادي نحتاج اللبن بغيت نوري لكم الطريقه ديال اللبن. الاول انا اللي كندير لها عاد ان شاء الله نفوت معكم للزبده كندير نصاوبها. انا عندي هذا اللبن ديال الدار، المهم في الاول شرينا اللبن العادي اللي في الكرتونه، المهم هذه مده قول هذه يمكن قريبه عام اللي شريناه، ونخوي ديك الكرتونه نقلع بها على حساب واحد شويه على حساب نص كاس نخويه في القرعه، ونزيد عليها الحليب ونخليها. ميلا كامل يكون الحمان عندك غير نهار يومين صافي يروب يولي بحال هاد الطريقه هذه كما راكم تشوفوا هكا هنايا. كان اللي يبغيه هكا بحال الرايب يصفي داك الماء وياكلو هكا بحال الفرماج بحال الرايب، وكاين اللي يبغيه اللبن غادي يخلطو. المهم تابعوني انا كندير باش نردو باش نخرجوا اللبن، ما نبغيش انا ما عنديش معاه هكا، نبغيه اللبن نيشان يلطو بحال هكا درك كيما نوريكم. هو درك كيكون من داخل داير عاقد، هاو شو كي اللي يبغيه بحال سنجيب لكم واحد المقلي بقا تشوفوا، او خواتاتي اللي يبغيه بحال هكا يجي عاقد هكا غادي يصفي له غير الماء غادي يجي هكا بحال الفرماج بحال الرايب، ولا اللي بغى يدير عليه السيرو، ولا انا حاليا ما محتاجاهش هكذا. انا كان عندي اللي يبغيه في الدار بصح انا ما نبغيش انا بزاف هكذا، ماشي ما عاده ما نبغيش. او درك راني خويتو، من تخوى عندي هاد القرعه غير نفسها، ها هي خاويه كما راكم تشوفوا غير نفسها، غادي نولي نعمرها بالحليب. ما نعمرهاش حتى للفم لان من غادي يخمر غادي يطلع باش ما تطرطقش القرعه. ها صافي غير حد هنا ونخلي واحد شويه واحد باش نوريكم، نخلي واحد شويه هكا باش لحقاش غادي ديك البكتيريا تاع اللبن غادي هو يطلعوا باش ما تطرطقش، ولا تجنبا شي حاجه خطر. هكذا درك غادي نخليها، انا ما طالما ما نحتاجهاش هاد السيمانه غادي نخليها في الثلاجه فوق ما حتى نبغي نحتاجها عاد نجبدها نحطها فوق البوطاجي هكا كما راكم تشوفوا هكا حليب. واللي محتاجها يبغي غير يومين ثلاث ايام يشرب اللبن هو درك بحال اللي يبغيه اللبن على حساب يومين ثلاث ايام كما قلت لكم خواتاتي يخليه على برا. وانا درك من غادي ما نحتاجوش اليوم على حساب سيمانه هكا حتى الجمعه الجايه ولا عاد غادي نجبدها، غير نجبدها في الصباح صافي من 12 تكون صافي ولات رابط كما نقولوا حنا راب. واللي المهم كما قلت لكم خواتاتي غير راني نعاود نقول ونعاود باش زعما الحاجات تفهموها وتوصلكم. المهم ها هو درك انا غادي نخليه هنا على جنب وغادي نجي درك هنا باش غادي نولي هذا كما راكم تشوفوا هكا فيه الماء وفيه هذا الفتات بحال نتاع الزبده، غادي انا درك غادي نطحنهم. ومن الاحسن ديروا شي حاجه خواتاتي هكا غارقه باش من تطحنوا ما يبقاش لحقاش هو يطير. هيا خواتاتي درك انا ميلونجيتو خلطتو، تقدري تخلطيه باليد بصح اللي في الضلاك غادي تجي فيه واحد الكشكوشه لداخل واحد الرغوه يجي زين خير بهذيك ديال اليد من هكا من تضربه غير باليد. وهي بغيت نوري لكم كيجي داير بهذا الرغواجي ديال بحال بحال الخريمبو، بغيت نخوي قدامكم واحد الكاس وتشوفوه بعينيكم كيجي داير، ها هو يجي ثقيل وخاطر ها هو. دوك انا حاليا مع خواتاتي محتاجه اللبن، غادي نوريكم عاوتاني الطريقه اللي نديرها به باللبن، لحقاش دوك راه الصباح هذا غير الفطور ديال الصباح ما غاديش نقدر نشرب اللبن على الخوات. يلا دوك غادي نجيب الزبده باش عاوتاني نوريكم الطريقه ديال الزبده. ها يا خواتاتي درك الزبده اللي عندنا حنا هنا في كندا، المهم البنات اللي ساكنين هنا غادي يعرفوها غير يشوفوا الشكل ديالها غادي يعرفوها من هي فيهم. وبحكم انا درك انا مع خلطت اللبن، انا غير وريتكم الطريقه في الاول انها اللي بغى يشربوا اللبن، بصح اللي بغى يدير هاد الطريقه نتاع هاد الزبده غادي تجي بحال الزبده البلديه نتاع البلاد اللي ناكلوها في البلاد عاده، اللي مخلطه باللبن ويجي داك كارطبه وفيها بنه زينه ماشي بحال هذه. صراحه هذه زينه من الاخرى تجي حنا نفضلوا هذيك،
وليداتي يبغيو هذه ما يبغوش هذيك اللي فيها البنه تاع اللبن. داكشي علاش انا سبقت معاكم اللبن، قلت بعدا فرصه اني حتى اللبن نوري لكم الطريقه ديالو لاني نديرها في الدار. المهم ها هو اللي طحنته وخليته لان محتاجه، غادي نخلطه هنا مع الزبده. المهم الزبده ها هي كما قلت لكم خواتاتي، البنات اللي راهم هنا راهم عارفين ما انا هي فيهم. ودرك راني جبتها وغادي نقصها هكا مكعبات صغار، كل وحده دير الكميه اللي غادي تقدها. انا درك واش ندير لها، لان كما نقولوا حنا تحرار الا خليتي هكا على برا، انا ندير كميه كثيره ونديرها في بواطه كبيره ونديرها في لاكلاص، ونبقى نقلع في واحد البواطه صغيره نقلع غير الكميه اللي غادي تكفيني باش ما تحرارش، لان الا بقيت جبديها كل مره كل مره كل مره غادي تحرار. واللي ما زعما هادشي انا نقول لكم غير اللي يبغي هاد الزبده البلديه تاع يتفكر بها البلاد ويتفكر بها انهم كنا نفطروا بها ولا نديروها مع الخبز حامي ومع المهم. الصراحه ما نستغناوش عليها هذه، ومن نمشيو للبلاد ضروري خصنا كل ما نمشيو تكون محطوطه فوق الطابله. و كما قلت لكم خواتاتي، اللي ما بغاش يكثر يدير غير كميه قليله، انا راني كما نقول لكم ندير كميه كثيره لان انا غادي نديرها في لاكلاص. جينا زعما غادي صافي غادي نخدم يعني نطحن نطحن بعدا نقول اللهم ندير حاجه كثيره، ولا من عندي البلاصه في الثلاجه في الكونجيلاتور غادي نديرها في الكونجيلاتور. ها هي نطحن هذه ونولي عاد نزيد فوقها عاوتاني نرمي هذه. اللبن اللي قلت لكم خواتاتي ها هو غادي نخلطو فيه، غادي نطحنها. البريزما واش لاك هي خواتاتي، من بعد ما طحنتها هو الشكل ديالها دروك تشوفوها هكا. انا دروك اللبن نسيت ما قلت لكمش الكميه تاع الزبده اللي درت، لا مناري فيها درت فيها يطرو ديال اللبن. ها هي دروك انا هديرها عجاريه، مي راه هكا عجاريه غادي ندرك نزيد فيها عاوتاني النص من هذيك اللي كانت شاطت لها عاوتاني قبيله، ما نديرهاش دقه واحده لانها باش نقدر نتحكم فيها من نبغي نجبدها من هذا المولينكس من هذه الطحانه هذه. هاك عاوتاني درك غادي ندير النص ولي عاوتاني ندير لها غير شي جوج دورات ولا ثلاثه كاع. انا غير قطعت الحس خواتاتي باش عاوتاني حتى ما يخرج لكمش الحس في الفيديو. هاي خواتاتي درك هي من طحنتها، بصح مازال ما زدتش هذيك الكميه الاخرى، غير بغيت نقول لكم اللي بغى يزيدها يزيدها. هاي خواتاتي الزبده من طحنتها، المهم خليت غير هاد الشويه هذا خليته لان غادي مين غادي نصفي اللبن هذاك اللبن اللي غادي عاوتاني يبقى لي نولي نرد فيه هاد الشويه. الا بان لي نولي نديرو ما بانليش نخليه، المهم انا قلعت الكميه اللي راني محتاجاها. المهم هيا ودرك خواتاتي غادي نجيب باش نصفيها، المهم غير نفس الطاسه اللي درت فيها اللبن هي غادي نولي نصفي فيها غير باش نوريكم كلشي خواتاتي يكون على عينكم يكون كلشي باين. هكا درك باش نصفيها باش نحيد لها هذاك اللبن نخليه ينزل. ها هي كما راكم تشوفوا شتو كي ولات تقريبا بحال هذيك الزبده نتاع هذيك اللي نقولوا حنا الزبده البلديه، واللبن درك راه يسيل لتحت ضروري هكا صفيوها باش يهود هذاك. درت لها هاد المعلقه هنايا لان هذه طيح لي الباقي نتاع الفلوس، وهي تولي ما شاء الله تولي كميه كثيره تبارك الله، يعني تقعد ما نديرها ما نوليش نطحن على حساب شي تقريبا شهر هكا. نخليها درك عاد باقي لي هنايا ها هي بدتني شغل بلاص هي ما بقى تبارك الله كميه كثيره. نخلي عاوتاني هذه تصفى ترصه. غير واحد عاوتاني واحد الملاحظه خواتاتي، اللي بغيت دير هذه الزبده نتاع هذه البلاد هنايا راه كاين المالحه وكاين اللي ما فيهاش الملح وكاين اللي مالحه بزاف. انا عاده
الا مش تنجب نجيب هذيك اللي فيها نص نص اللي فيها الملح غير شويه، ولا ما لقيتهاش ما عنديش مشكل نجيب حتى ديك اللي ما فيهاش الملح كاع، ومن نمشي نطحنها بحال هكا ندير فيها واحد شويه ديال الملح. ودروك هاد اللبن اللي راكم تشوفوه معايا ها هو هنايا، هذا هذوك اللي في الدار هذاك اللبن كما يسميوه هنا يقولوا له العيران، هذا هو غادي كي تشربوه تذوقوه غادي يجي لكم نفس هذاك اللبن اللي البنات يبغيوه. المهم انا ما يعجبنيش هذاك اللبن المالح، المهم هذا هو ذاك اللبن اللي يبغيه اللي يفضله، وانا نعرف بزاف تاع البنات يبغيوه هذا. ودروك هيا باش نزيد نعاون يهود ذاك اللبن منها، نزيد نتك عليها شويه هو غادي يطلع منها اللبن يخرج هكذا. كي غادي تصفى صافي انا نديرها في بواطه، نديرها في واحد البواطه ونولي عاوتاني نخوي اخرى. من عندي الصفايه صغيره ما ساعدتنيش باش نخويها كامله. دروك هيا المهم خليكم معايا من غادي نكملها ان شاء الله نرجع لكم. هاي خواتاتي الزبده من بعد ما حضرتها معاكم، ها هي الطريقه ديالها والشكل ديالها كيجي. ودرك بغيت نحتام الفرصه مع غادي ندير واحد القهوه عاوتاني ديال كما قال القهوه اللي نفطروا بها، بغيت حتى هي نشاركها معاكم. هذه القهوه نديرها قهوه سريعه الذوبان، ها هي والعبار خواتاتي نفس العبار اللي ندير اللي نفس العبار ديال هادي درته هنايا. الا درتي معلقه كبيره نتاع القهوه غادي ديري نفس العبار ديال الماء وديال السكر. اللي يشرب السكر اللي ما يشربوش يقدر يستغنى عليه ما يديروش. انا في الوقت ما نديرش السكر، من درك وليداتي حتى هما بقات تعجبهم، درك راني وليت ندير السكر على بسبتهم. وهو العبار عاوتاني ديال هادي اللي راني دايرها انا، عاوتاني فيها الماء نفس العبار مغرفه ديال الماء ومغرفه تاع السكر ومغرفه تاع القهوه سريعه الذوبان. ودروك خواتاتي غادي نحضرها قدامكم وتشوفوا الطريقه اللي نديرها انا. بسم الله هاد القهوه عاده نديروها في الصباح في السبت ولا في الحد ولا في ايام العطل مين نكونوا هكا قاعدين، ماشي دائما الصراحه ما نديروهاش دائما. هيا درك من خويتهم كاملين دوك العناصر عندي هنا، دوك غادي نخلطهم واحد شويه بلا ما ينسجموا مع بعضهم بعض باش تذوب هذيك القهوه سريعه الذوبان تذوب. وغادي نولي نطحنها، وانا نفضل نديرها في شي حاجه غارقه هكا ما نديرهاش في شي بحال هكا تكون محلوله، لان من غادي نطحنها بداك الطحان داك الباتور ولا باش ما تبقاش طير لي كاع توسخ لي الدنيا. من بلا ما نحس بالقهوه هكا ذابت والسكر حتى هو ذاب هذيك الساعات ما عاد غادي نجي. واللي يبغيها غير واحد الملاحظه، اللي يبغيها غادي تشوفوا الطريقه ديالي، واللي يبغيها شويه فاتحه الماء يولي يزيد واحد شويه على بحال درك انا درت معلقه بهذا الماء ديال الماء بهادي، توليو تزيدوا واحد شويه تاع الماء عاوتاني غير شويه ماشي بزاف ما تعمموهم غير على حسب غير واحد شويه باش تجيكم فاتحه. انا نبغيها شويه تكون غامقه اللون ديالها غامق، ندير نفس العبار نفس الكميه تاع السكر الماء القهوه كما قلت لكم خواتاتي، اللي يبغيها شويه فاتحه يزيد شويه الماء، واللي ما يبغيش السكر يبغي يديرها بالعسل يديرها بالعسل ماشي مشكل. دروك هيا غادي نجيب علاش قلت لكم باش من نطحنها ما غاديش يطير عليا كاع داك التشاش ديالها. يا خواتاتي كما راكم تشوفوا هيا درك وقفت، ها هي درك واخا حتى ندير لها هكا ما غاديش تزلع ما والو تقعد هكاك. كما قلت لكم اللي يبغي اللون ديالها يكون فاتح على هكا يزيد واحد شويه ديال الماء عليها، واللي يبغيها غامقه بحال هكا يخليها بنفس العبار، واللي يبغي يدير كميه قليله على حساب كاس ولا يدير غير شويه على حساب معلقه صغيره يخلطها. يقدر تقدر ديرها حتى بفرشيطه تخلطها غير وشايه الفرشيطه ولا داك الخلاط نتاع اللي يخلطوا به الحلويات
بصح يشد الوقت، ماشي بحال من ديري هكا هاد الباتور هذا ولا كسميتو في الساعه غادي تساعدكم هكا، راه ميم با جوج دقائق صافي تتكون طلعت ولات هكا تولي ما تولي لكم هكا موس هكا، ما غاديش ما تزلع ما والو ما تطيح تقعد هكا. هيا خواتاتي دروك نجيب الحليب، خص الحليب يكون فايض حامي سخون، ما نعمرش الكاس حتى للفم، المهم نخلي واحد المسافه ما بينه وبين هنا حتى الفوق باش غادي ندير غادي باش ندير هذيك الكابوتشينو هذيك لاموس نديرها، وغادي بغيت نوريكم باش تشوفوا الشكل ديالها في هذا الكاس هذا. هيا عاوتاني كما راكم تشوفوا خواتاتي ما عمرتش الكاس، خليت هنايا المسافه بيناتهم لان هاد لاموس تطلع في الاول، غادي ندير غير واحد الشويه ماشي بزاف هكا، وغادي نحاول ان نخلطها. هي الصراحه تجي زينه من نهار اللي بقيت ندير هادي، صافي استغنينا على ديك القهوه العربيه اللي نديروها تفيض ولا نديروها في الماشينه ولا ما بقيناش كاع نشربوها كاع. هي في الاول خصها تكون هكا تجي خاطره هكا ثقيله، اللي يفضلها هكا يخليها صافي هكا هو حر، واللي يبغي يزيد بحال دروك حنا نبغيو نزيدو هذيك عاوتاني هذيك الكشكوشه ديالها حنا نقولوها الكشكوشه يعني هذا لاموس هكا. ها هي هكذا ها هو الشكل ديالها هذه النهائي. عاوتاني غادي نوريكم الطريقه ديال هادي مع يبان هذا مع الشفاف غادي يبان لكم. عاوتاني ندي غير شويه حتى نخلطها عاوتاني مزيان كما الاخرى، لان من نديرو هذاك الشويه نخلطوها بحال اللي غادي تقل لنا الحليب يتقال، واخا غادي نديرو فوقها لاموس اخرى ما غاديش تهبط غادي تبقى هكاك الفوق. جربوها ان شاء الله وغادي ديروها وغادي تعجبكم ان شاء الله، المهم لمحبي القهوه بحالنا حنا. ها هي دروك كما راكم تشوفوا دروك عاد غادي نزيد لها هذا اللي عاوتاني الفوق. علاش كما قلت لكم خواتاتي في الفيديو قبيله اللي بغى يديرها غامقه يقدر يقصح شويه القهوه. ها هي خواتاتي الشكل النهائي ديالها ديال القهوه هي اللي حضرت معاكم، والثانيه هي باش غير باش نعطيكم الفكره كي غادي تجي دايره كي تجي باينه. ها هي علاش قلت لكم خاص دائما المسافه تكون بعيده على الفوق ما يعني ما يعمروش حتى الفوق باش تبقى لنا ديك لاموس هكا. ها هو خواتاتي الزبده اللي حضرت معاكم تاع البلاد اللي بغيت تفكر بها البلاد وتجي زينه الصراحه، المهم لي محبي الزبده البلديه هكا ما تجيش الفرق بيناتهم. وزائد القهيوه ها هي غير نسيت ما قلت لكمش اللي يبغي يزيد يضيف فوقها القرفه اللي محب القرفه ولا اللي يبغي يدير فوقها الشوكولاته هكا بودر يديرها. ها هي ايوا خواتاتي ان شاء الله ديروهم وصدقوا لكم. وهاو بغيت نشارك معكم هاد الحويجات نتاع اللبن ونتاع الزبده ونتاع هاد القهوه، ونتمنى من الله يعجبكم هاد الحويجات اللي شاركتهم معاكم. وما تنساوش خواتاتي اللي عجبو الفيديو ديرنا لايك ويديرنا جيم ويديرنا شي كومونتير زين ويشترك في القناة باش يوصلوا كل جديد. يلا صحة فطوركم والسلام عليكم.